السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة سيوب اللي بتقدم المنهج المصري للمرحلة الابتدائية بشكل مجاني ليكم على الإنترنت، وكمان بتقدم دروس جميلة جدا ومهمة جدا في الطبخ وفي الدايت وفي تنظيف المنازل وكل ما يهم الأسرة المسلمة. احنا بنحمل همكم وبنقدم لكم كل المعلومات اللي بتفيدكم. النهاردة معانا درس مهم جدا، درس نيل بلادي أو نشيد نيل بلادي للصف الثالث الابتدائي. إن شاء الله هنقدم أسئلة ومعاني حصرية مش موجودة ولا في الكتب الخارجية ولا في الكتاب المدرسي، ولكنها في نفس الوقت مطالب بها الطالب في أثناء دخوله الامتحان. تابعوا معانا، يا ريت حضراتكم تبقى يعني يفضل يكون مشاهدة الدرس ده هو عن طريق اللابتوب أو عن طريق الكمبيوتر، عشان انا عايزه حضراتكم كل كلمه تكتبوها معايا. احنا هنقول كلام مهم جدا يا جماعه، بجد مش هتلاقوه في اي حته. هنقدم لكم شرح وافي ان شاء الله للدرس على جزئين. النهارده معانا الاسئله والمعاني الحصريه، والمره الجايه ان شاء الله معانا شبكات المفردات وخرائط الكلمات وعائله الكلمه وشكل فين، معانا المعاني المتعدده وتحليل المقاطع الصوتيه وماذا تعلمنا من الدرس، بجد معلومات حصريه. تابعونا فضل اللي احنا مقدمين كل دروس السنة الثالثة ابتدائي بنفس الطريقة اللي حابب يتابع المكتبة اللي احنا مقدمينها، وكمان مقدمين دروس ثانية ابتدائي ومقدمين دروس في جميع المواد عربي وحساب وانجليش للمرحلة الابتدائية. تابعوا معانا، اللي بيسأل ازاي يتابع يدوس سبسكرايب على اسفل شاشة الفيديو هيوصله كل جديد، ويقدر طبع ويتابع المكتبة الموجودة معانا في القناة. لو في اي سؤال او في اي حاجة عايزين تسألوا عليها، او في اي طلب حابين ان انتوا تشوفوه على القناة، اي درس حابين تشوفوه على القناة، سيبونا كومنت او تعليق اسفل شاشة الفيديو وان شاء الله نرد عليه ونتفاعل معاه ان شاء الله وننفذ طلباتكم. اذا عجبتكم الحلقة اعملوا لها لايك واعملوا لها شير حتى تعم الفائدة ولا يقتصر العلم عند حضرتك، بل حضرتك الدال على الخير كايه تفاعله. طيب نبتدي مع بعض المعاني الحصرية اللي مش هتلاقوها في الكتاب الخارجي. الحقيقة درس او نشيد نيل بلادي هو الدرس مش يعني مش كبير، معانيه مش كتيرة، ولكن في نفس الوقت احنا هنقدم لحضراتكم معاني مش هتلاقوها غير معانا ان شاء الله. طيب تعالوا كده نشوف معنى كلمة هيا. معنى كلمة هيا ايه؟ معناها تعالوا او اسرعوا. معناها تعالوا او اسرعوا. تمام، الظاهر البورد عندها مشكلة مع حرف العين. تمام، معناها حي تعالوا أو أسرعوا. طيب مع عكس يسقي، عكس يسقي إيه؟ عكسها يظمأ. وعكس كمان، عكس يروي عكسها إيه؟ عكسها يظمأ. عكسها يظمأ برضو، عكسها يظمأ برضو. طيب احنا في معلومة حابة اقول لحضراتكم مهمة جدا، ان هي ان احنا نحفظ او نحفظ اولادنا، سواء كان اللي بيتفرج عليا طالب او بيتفرج عليا يعني احد اولياء الامور، ان لازم نحفظ اسم الشاعر. هنا اسم الشاعر ايه؟ اسمه دكتور اسماعيل عبد العاطي. ده اسم الشاعر بتاعنا اللي هو شاعر نشيد نيل بلادي، اسمه الشاعر دكتور اسماعيل عبد العاطي. مهم جدا ان احنا نحفظ عبد العاطي، مهم جدا ان احنا نحفظ مع بعض اسامي عبد العاطي، ان احنا نحفظ اسامي الشعراء اللي كل نشيد بنقدمه. طيب تعالوا كده نشوف معنى شكرا. معناها حمدا. طيب عكس شكرا، عكس شكرا ايه بقى؟ عكسها ذما او جحودا. يا ريت نكتب يا جماعه مع بعض، ويفضل طبعا احنا نكون بنشوف من شاشه الكمبيوتر علشان تبقى شاشه اكبر واوضح ونقدر نكتب من غير ما احنا نرتبك مع شاشه التابلت او شاشه الموبايل. عندنا مع عكس احلاه أقبحه، عكس أحلاه أقبحه.
طبعا احنا بنقول المعاني الزيادة اللي مش موجودة في الكتاب الخارجي، مش معنى كده ان احنا مش مطالبين بالمعاني اللي في الكتاب الخارجي، لا طبعا مطالبين بيها، احنا بنقول على معاني احنا مطالبين بيها ولكن مش هنلاقيها في الكتاب الخارجي. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض اسئلة يا جماعة، مهم جدا 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 نتابع الاسئلة دي لان ان شاء الله مش بيخرج منها الامتحان باذن الله. هنقول اول السؤال الاول، بما وصف ما تزل لكم طبعا سوء الخط لان الكتابة على البورد الالكتروني فيه صعوبة، الشاعر نيل بلاده. ادي السؤال الاول، بما وصف الشاعر نيل بلاده، ها اجابته هتكون ايه؟ نهر جميل، تمام نهر جميل، وايه كمان؟ ومصدر، مصدر الخير والعطاء، تمام. يبقى ادي السؤال الاول مهم جدا يا جماعه، السؤال الاول. طيب السؤال الثاني، بما يجري النيل، بما يجري، يا ريت نكتب يا جماعه كل كلمه، يجري النيل، يجري الإجابة، يجري بالخير الوفير، يجري بالخير الوفير. نكمل مع بعض السؤال اللي بعديه، أين يجري خير النيل؟ أين يجري خير النيل؟ أسئلة مهمة جدا، ها في الوادي والدلتا، في الوادي ودلتاه، تمام في الوادي ودلتاه. طيب نكمل مع بعض، ماذا ينشر نهر النيل؟ ماذا ينشر نهر النيل؟ بينشر ايه؟ بينشر ايه؟ نشوف كده مع بعض، بينشر الخير الوفير، الوفير. نكمل مع بعض اسئلة حصرية ومهمة جدا. طيب ماذا وهب النيل مصر، او النيل مصر، ماذا وهب النيل مصر؟ هنجاوب كده مع بعض، الخير الوفير. ارجو ان حضراتكم تكونوا بتكتبوا، والحب والحياة، الخير الوفير والحب والايه والحياة. طيب نكمل مع بعض، بما يروي الفلاح النيل، بما يروي، بما يروي الفلاح الزرع. الإجابة، احنا مش عايزين اي إجابة خلاص، احنا عايزين إجابة ليها علاقة بالدرس، بماء النيل، بماء النيل، تمام. السؤال اللي بعديه، إلى ما يدعو الشاعر في نهاية النص؟ إلى ما يدعو الشاعر في نهاية النص؟ يدعو الايه الشاعر؟ بيدعو الشاعر الى ايه؟ الى، طبعا الاجابة بتبقى كاملة في الامتحان، هنقول يدعو الشاعر في نهاية النص الى السجود، بس انا عشان وقت حضراتكم الى السجود شكرا لله. يبقى الاجابة الكاملة هتكون ايه؟ يدعو الشاعر في نهاية النص الى السجود شكرا لله. نكمل مع بعض، السؤال الجاي مهم جدا وبيجي باكتر من صيغه، فتابعوا معايا كده عشان انا هكتب ثلاث، يعني السؤال الجاي ده بيجي بثلاث صيغ، هنكتبهم الاول وبعدين هنجاوب. اول حاجه السؤال بيقول،
لا بس ده السؤال الأخير، في سؤال قبل الأخير بيقول ما واجبنا؟ نحو النيل. ايه واجبنا نحو النيل؟ ها، أن نحافظ عليه ولا نلقي القمامة فيه. واجبنا نحو النيل أن نحافظ عليه ولا نلقي القمامة فيه. طيب نكمل مع بعض، تفه طبعا نكمل مع بعض. طيب بيقول لي ما السؤال بقى المهم جدا هقول لحضراتكم ده هوت، وبيجي بأكتر من صيغة، اللي هو يقول لي أول سؤال، أول صيغة يقول لي عن أي شيء يتحدث النشيد. ادي الصيغة الأولى للسؤال، عن أي شيء يتحدث النشيد، أو يقول لي ماذا أو ما تعلمت من نشيد نيل بلادي. أو يقول لي الدروس المستفادة من درس نيل بلادي، من نشيد نيل بلادي. يبقى الثلاث أسئلة اللي قلتها لحضراتكم ده، وأرجو لكل حضراتكم بتكونوا بتكتبوا معانا، سواء ما واجبنا نحو ماذا تعلمت أو من الدرس أو من النشيد، عن أي شيء يتحدث النشيد، أو الدروس المستفادة من نشيد نيل بلادي. الإجابة في ثلاث نقط هتشوفوا مع بعض الإجابة. يبقى السؤال ممكن يجي بأي صيغة من الصيغ اللي قلناها وإجابته واحدة. هنقول الإجابة دلوقتي. أول حاجة رقم واحد، نهر النيل جميل، دي رقم واحد. الرقم اتنين، نهر النيل يجري بالخير. السؤال التاني، رقم تلاتة معانا، مصر هبة النيل. يبقى ده كان إجابة السؤال اللي هو صيغته قلناها بثلاث صيغ، ودي كان إجابته برضو في ثلاث نقط. إن شاء الله المرة الجاية تابعوا معانا، هنقدم شبكة المفردات لكلمات النشيد، وعائلة الكلمة، وخرائط الكلمات، وشكل فين، وهنقدم كمان الكلمات على نفس الوزن ومعاني متعددة، والتحليل المقاطع الصوتية. تابعوا معانا، بنقول كلام مهم جدا وحصري، مش هتلاقوا غيرها إن شاء الله على مدرسة تيوب. لو في أي سؤال بنرحب بأسئلتكم، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.